تجربتنا اليوم فريدة من نوعها على سيارة من أجمل سيارات شانغان SUV رياضي. يلا نشوفه سوا. شانغان يونيتي باللون الأخضر، اسمه الهالك جرين، اسم على مسمى. I got the game in a squeeze. Who disagree? I wanna see one of y'all run up a beat. Yeah, two open seats, we flying in 7 and pep at the beach. Yeah, keeping a G, I told her don't win no 350s round me. I start. هنبلش بهالفرونت جريل مع الفرونت ليب اللي هي كاربون فايبر، وعندنا اللد دي رانينج لايت سنسرز و 360 كاميراز. يلا نشوف باقي التفاصيل. بيجي لجنط ال 20 انش مع الكاليبرز الصفر مع اطارات كونتيننتال لاحلى درايفنج اكسبيرينس تعطينا. وهلا بدنا نفرجيكم اجمل خلفيه يمكن تشوفوها على SUV. خذوا لكم نظره على هالخلفيه، ديفيوزر عملاق، كاربون فايبر، 4 اكزوست تيبس، وعندنا هون سبويلر، واكيد غطى الصندوق بيفتح وبسكر على الكهرباء. وبهالطريقه بنسكره. وبنجي هلا لمحرك السيارة، السيارة موتيرة عليها 1.5 لتر تيربو 177 حصان. وهلا بنجي للانتيريور. الصراحة ما بيعرف الواحد من وين يبلش، بالستيرينج اللي فيه الكانتارا ولا الشاشات ولا هالريسينج سيتس. خلينا نبلش لكم بهاليلو سيت بلت. قبل ما نبلش خلينا نفرجيكم الوان اليونيتي. في ثلاث الوان موجوده، الازرق والشردوني وعندنا اللون الاخضر. السياره كيلس انتري، كمان السياره كيلس ستارت. خلينا نبلش لكم بهالمالتي فانكشن ستيرينج مع قماشه الالكانتارا اللي عطيها شكل رياضي. كميه الانيميشن والجرافيكس على هاليونيتي جدا رائعه، يعني شوفوا مثلا ضوء عالي بضوي، بتعطي اشاره يمين شمال كله بضوي على الشاشه، حتى بس نعطي اشاره على اليمين هون كمان كل شيء ببين، وعلى الشمال نفس الشيء. عندنا هون الوايرلس تشارجر، الالكترونيك بريك والاوتو هولد، وعندنا اثنين كاب هولدرز. عندنا ثلاثة درايفنج مود، سبورت، ايكونومي ونورمال. جير السيارة بيجي عليها 7 سرعات، ديزاين جدا رائع، ومن هون نقدر نفتح 360 كاميراز، وهون كل شيء بيتسجل. بنفوت على الدي في ار، من جميع الانجلز انتو عم تسوقوا كل شيء عم يتسجل على الطريق. بنجي للديزاين تاع المقاعد، فيهم قماشة الالكانتارا مع الجلد مع ستيتشنج الاصفر اللي بجنن، عطيها لوك رياضي. وعندنا البانوراميك بيفتح كله لورا. وهلا جينا للمقاعد الخلفية، مرجع المقعد الادماني للورا، جدا مريحة، حتى ورا عطينا اكسبيرينس الباكت سيت مع الكانتارا والجلد. كمان عندنا بالخلف AC و USB port، وعندنا كمان فيتشر الفويس كوماند. Open all windows. Opening all windows. Please continue. Close all windows. Closing all windows. Features عزوقكم. فيتشر كتير حلوة ومميزة بالشانغان يونيتي، انه اذا كنتوا عالقين بالباركينج وتحطوا السيارة هيك بتكون دارت السيارة بالمفتاح، فينا نقدم ونرجعه. مثل ما شايفين السيارة عم تقدم لحالها وتضرب فريم إذا لقيت شيء قدامها، وهيك بتقدروا تجوا تطلعوا بالسيارة بسهولة. هيدا اللين اسيست بتفرجي كل شيء بالرادار فانكشن السيارات اللي حوالينا وعلى جنبنا. مثلا هيدي بعيدة 9 امتار، مثلا هي في شحن حدنا،
تعطينا شكل شحن. وهيك بتكون تجربتنا لشانغان يونيتي تجربة جدا رائعة، سواقة مميزة، مصروف بنزين بجنن خصوصي بلبنان، بنزين سعره غالي، فالسيارة بتوفر بنزين قد ما بتكون.